قال محافظ سوهاج عبد الفتاح سراج إنه بصدد اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل القرار الجمهوري بإنشاء ميناء جاف لخدمة المناطق الصناعية بسوهاج وخاصة المنطقة الصناعية بحي الكوثر مع دراسة تعميم استخدام الطاقة الشمسية في تشغيل المصانع بالمناطق الصناعية بسوهاج. جاء ذلك على هامش جولة محافظ سوهاج للمنطقة الصناعية بحي الكوثر لتفقد المنطقة والوقوف على المشاكل التي تواجه العاملين والمستثمرين بهذه المنطقة والتي تعد أقدم المناطق الصناعية بسوهاج. الهدف من الزيارة النهاردة هو استكمال لزيارتنا السابقة للمناطق الصناعية في غرب جرجر، علشان نقف على واقع حال المنطقة الصناعية من خلال جولتنا مع السادة المستثمرين، ونقدر نقف إيه هي المشكلات اللي بتقابلهم، لو في أي قرارات بناخدها زي ما عملنا النهاردة نقدر ناخدها فورا عشان نذلل كل الصعوبات، لو في أي مشكلات هنتواصل فيها مع السادة الوزراء أو المسؤولين هنتواصل معهم علشان نوفر لهم كل السبل الخاصة بالتنمية الصناعية في مجال تخصصاتهم.